بوغاله ما خوياش يا اخي غادي العام مزيان عاودي شي مزيان اخي. السلام عليكم, معكم ياسين الزيوي اكتر دو سينما دو تياتر شمال بحيجوم مخرج فيلم عنا يقرا الى جانب حسين فتاح وفي مونتاج. والان نخليكم مع شمال حيتاش واحد الاكتشاف جديد الان قام به شمال. خليه السلام عليكم, معكم شمال بحيجوم اي كي او تي اش. المهم الدراري دابا خدامين في فيلم عنا يقرا خدامين دابا في الرياليزاسيون دي سونيدو كنصوف الموسيقى على حسب ديال الموسيقى ديال عمر غرادو. ميسي بون غنوريكم دابا شي حاجه باش نوريكم ليش كيفاش كنخدموا الموسيقى ديال الفيلم اللي فيلم المره الجايه ان شاء الله شي فيديو الا كان شي انترفيو اخر ولا شي حاجه نقدر نديرو ديال المونتاج كيفاش كنصوفو المونتاج تاعو. هو بالنسبه لواحد الحاجه بغي يوضحها لكم عثمان, عثمان بغى يدير واحد الموسيقى ديالو كاع ما مستهلكه هاد الموسيقى ديالو, يعني ان بنادم الا تفرج وسمع شي موسيقى ما يمشيش مع هذيك الموسيقى ديال هذاك الفيلم ديال شي حاجه صافي ديالو بروفيسيونال فهمتي كرياتيف اوريجينالتي هادشي شي حاجه جديده فهمتي. وتحيه خالصه الاخ رضوان مدينه العيون وبيز اشتريها بس الاخ رضوان اللي جا من مدينه العيون ومرحبا بك شنقولوا لك في مدينه شخري مو ما تخي ردي الطون دابا نوريكم كيفاش كنخدموا الموسيقى ديال اونغراد كيفاش كنخدموا الموسيقى ماشي ديال اونغراد ديال شحال من فيلم. هادشي دابا غنشوفو كيفاش تخدمات هذا غير كيما كيقولو شويه من بزاف هادي غير تجربة كيما بغا يقول الاخ عثمان. المهم غير بغا نبين الدراري بلي راه هاكو كيفاش كنخدمو الصوت ديال الافلام وهادي هادشي اللي كاين ما خصنيش نوريكم كلشي مي تهلاو ليا في الراس زوحر فاميلي